أهلا بكم ونستهل جولتنا في مختارات عمرة الرأي والمقالات بزاوية زفرات حرى للكاتب الطيب المصطفى بأخيرة الصيحة بعنوان عندما يرسب المعلمون. يقول الطيب في مقدمة زاويته عندما يرسب أكثر من 70% أو 8460 معلما في امتحان تجربة وزارة التربية والتعليم للتحقيق من كفاءتهم لممارسة المهنة، فإن ذلك ينبغي أن يحل لنا لطم الخدود وشق الجيوب وإطلاق حناجرنا بالصراخ والكواريك حزنا على ما آل إليه حال التعليم العام في بلادنا. ويضيف وعندما يرسب غالب خريجي الإعلام والقانون في امتحان القيد الصحفي وممارسة مهنة المحاماة، فإن ذلك ينبغي أن يجعلنا نهيل التراب على رؤوسنا خوفا على حال التعليم. ويتساءل الكاتب من المسؤول عن هذا التردي المريع الذي أصاب كل الخدمات المدنية؟ ما انعكس على أوجه الحياة في البلاد؟ أهو المعلم الغلبان الذي يعاني ضيق العيش وتدني المكانة الاجتماعية بعد أن كان سالف الأيام قائداً مجتمعياً في محيطه الجغرافي؟ ويمضي الطيب في أن الأذكى والأعلى مجموعاً من الطلاب كانوا هم من يلتحقون بمعهد التربية ببخت الرضا الذي كان يخرج صفوة متميزة تخضع خلال سنوات التأهيل الأكاديمي الأربع لتدريب كبير على منهج متميز وعلى أيدي دكاترة متميزين على حد تعبيره. ويختم الطيب مصطفى زاويته بأن ما أصاب التعليم لا يمكن وصفه بغير الكارثة، ويتساءل هل أتحدث عن السلم التعليمي الذي يغير كل بضع سنوات، أم عن المنهج، أم عن فاقد التربوي السنوي، أم عن الأمية التي عادت من جديد بعد أن كان أهل الإنغاز يتباهون بثورة التعليم العالي؟ وبعد كل هذا هل نبكي على رسوب 70% من المعلمين أم أن الأمر أكبر من ذلك؟